بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان، اسعد الله مساءكم وجميع اوقاتكم بكل خير. ارحب بكم وبحضراتكم من جديد وفي انطلاقة جديدة لتعلن انطلاقة الشوط الثامن للإبكار الحقايق، حيث هذه الشعارات، حيث هذا التحدي المسائي الرياضي في هذا المهرجان الغالي على قلوبنا، مهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه، مباشرة مع المركز الأول لأتابع الصدارة، لأتابع جميلة ناصر بن حمد بن سهيل بن عويضة الخيلي مقدما لنا شعاره مع المركز الأول، بينما المركز الثاني القادمة في هذه اللحظات والحاضرة أتابع حشيمة حمد بن مسلم بن حمد بن متعب العامري هو الحاضر مع المركز الثاني، المركز الثالث أتابع عوايد هي القادمة، علي بن راشد بن سيف بالشاوي الغفلي هو الحاضر، وأحضر الدانة مع المركز الرابع محمد بن سعيد بن محمد الرميثي هو القادم، بينما المركز الخامس أتابع القادمة والحاضرة الغزي الأحضرت سعيد بن طبازة بالدودة العامري هو القادم، بينما المركز السادس أتابع القادمة الحضور والوصول أوصلت عوايد محمد بن أحمد بالدحبة العامري هو الحاضر في هذه اللحظات، المركز السابع القادمة حشيمة عتيق بن مطر بن حسن القبيسي هو الحاضر، بينما المركز الثامن أتابع القادمة والحاضرة الرماسة هي القادمة، عامر بن حمد بن أحمد العويسي يقدم شعاره، بينما المركز التاسع الحضور والوصول أوصلت في هذه اللحظات وتقدمت شظايا فيصل بن علي بن طالب آل شريم المري يقدم شظايا مع المركز التاسع، المركز العاشر أحضرت الظبي أحمد بن سالم بن أحمد المنصوري، هكذا هي النتيجة للعشرة النجوم للعشرة العمالقة، ياهو من مساء، ياهو من تحدي، ياهي من معارك هنا في رأس الخيمة في ميدان السوان. أعود إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول في هذه اللحظات، من تحتل الصدارة، من تسيطر على المركز الأول وعلى التحدي الأول، تنطلق هنا من تنطلق حشيمة حمد بن مسلم بن حمد بن متعب العامري يقدم لنا شعاره في هذا الانطلاق الكبير، بدأ التحدي، بدأت المعركة، الفوز وين 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 يا اخوان، وين ما بين هذه الشعارات، ما بين هذه الاسماء، حشيمة حشيمة مع الصدارة يقدمها في هذه اللحظات، حمد بن مسلم بن متعب العامري، الكيلو الاخير، الكيلو الخطير، الكيلو المثير، حشيمة مع الصدارة يا بن متعب، يقدم حشيمة بانجازاتها وبطولاتها وسجلاتها الكبيرة، بدأت بالمغادرة في هذه اللحظات، حشيمة 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 مع الصدارة مع المركز الأول، ولكن الظبي قادمة، أحمد بن سالم بن أحمد المنصوري يقدم الظبي مع
المركز الثاني ما بين حشيمة ما بين الظبي وحشيمة. اللحظات الحرجة اللحظات الخطيرة ما بين حشيمة والظبي وحشيمة. ولكن حشيمة العمري بن متعب طار مع حشيمة. حمد بن مسلم بن حمد بن متعب العامري يقدم لنا حشيمة إلى البوابة 11 هذا الفوز والانتصار الكبير. الله يا بن متعب الله يا العامري الله يا حشيمة. سلام وتحية واحترام حشيمة بالفعل المركز الثاني. الساعة خليل بن محمد بن عبيد بن كداس الرميثي والمركز الثالث أوصلت الظبي أحمد بن سالم بن أحمد المنصوري والمركز الرابع أوصلت مع المركز الرابع متابعينا الكرام وزارة محمد بن بخيت بن أحمدي بن برقان المقارح والمركز الخامس كانت متابعينا الكرام شعلة سعيد بن محمد بن سالم بالحب العامري. إذا حشيمة 5 دقائق 48 ثانية 6 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالكها حمد بن مسلم بن حمد بن متعب العامري على هذا الفوز. المركز الثاني التوقيت الزمني 5 دقائق 51 ثانية 8 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. وكانت متابعينا الكرام الساعة خليل بن محمد بن عبيد الرميثي والمركز الثالث أتت في هذه اللحظات بتوقيت زمني 5 دقائق 53 ثانية جزئين من الثانية. الظبي أحمد بن سالم بن أحمد المنصوري والمركز الرابع أوصلت مع المركز الرابع وزارة محمد بن بخيت بن أحمدي بن برقان المقارح. 5 دقائق 54 ثانية 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس والمركز الخامس أوصلت مع المركز الخامس متابعينا الكرام شعلة سعيد بن محمد بن سالم بالحب العامري وتوقيتها 5 دقائق 55 ثانية بدون أجزاء من الثواني. تهانينا والناموس للجميع.